وشفت الشباب ومدرسين النيل بصدورهم لغايه ما اتصلهم الجوالات عشان يرفعوا مستوى الترس. تذكرت نفس ما حدث في 1998 في فيضان 98، زي ما عملوا أجدادهم هم كانوا بنفس المستوى اللي اتعلموه من أجدادهم لما انترسوا البحر بالصدور. يا علاء والله غرق مبالغ فيك في شلتك، بس هدومنا لابسينها دي بس. ايش الملك سلمان نصر الناس من المياه ومن الغرق. ايش الملك سلمان فهم انه الناس دي كلها وقفوا معانا، والبيت ممكن تاني يتعود ويرجع.